خير. الله مجد. عاش الملك. عاش سيدي محمد الثالث. إذن أمامنا أوراش لا بد أننا في سنعطي انطلاقتها في تشرفنا اليوم بحضور السيد عامل عمالة إسكان إتملو والوفد الموافق له بتدشين فضاء المرأة والطفل بحي أرغانا. المناسبة كانت هي الذكرى 18 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذه المبادرة العزيزة على قلوب جميع المغاربة والتي أعطى انطلاقتها السيد صاحب جلالة الملك محمد السادس. حقيقة المبادرة الوطنية الآن يعني تشهد في مرحلتها الثالثة يعني طفرة نوعية، فجميع البرامج يعني اتجهت نحو جيل جديد من المبادرات يعني الجادة والفاعلة والإبداعية. مبادرات هذه ذات صلة ببناء المستقبل، ذات صلة بالشباب، وذات صلة أيضا بالتشغيل وبالمشاريع المديرة للدخل. سعداء بتدشين هذا الفضاء الذي يستهدف حي أرغانا والأحياء المجاورة له أيضا، يعني حي بوعيطة وإيريزي وأيضا تهمو، حي يعني يستهدف النساء من خلال عدة ورشات، ورشة الطبخ والحلويات، ورشة أيضا يعني الخياطة والفصالة، ورشة الإعلاميات، ثم الأطفال أيضا يعني من خلال ورشة الدعم المدرسي وورشة يعني اللعب وورشة أيضا اللعب. إذا نطمح من خلال هذا الفضاء والذي يعد الفضاء السابع في على صعيد النفوذ الترابي الإيتملول، بالإضافة إلى فضاءات أخرى من هذا الطينة، يعني فضاءات خاصة بالمرأة والطفل على صعيد نفوذ الترابي للمدينة كما قلت. هناك فضاء المرأة والطفل بلمزار، بأزرو، بتمازات وغيرها من الفضاءات. إذا طموحنا كبير لتقريب هذه الخدمات للمواطنين، وسعداء جدا بتدشين السيد عامل عمالة إنزكان إيتملول لهذا الفضاء الذي نرجو يعني أن نكون عند طموحات ساكنة، وشكرا جزيلا. حنين بهذا المركب اللي تم التدشين تاعو هذا النهار من طرف السيد العامل ديال عمالة إنزكان إيتملول، وان شاء الله نتمنى الله يكون مواصله فيه لهاد الورشات الاشغال، ماشي غير دابا وماشي غير اليوم، تكون ان شاء الله في بالنسبه لهاد الساكنه كلها تستفد منه ان شاء الله، لا الصغار ولا الكبار. بالنسبه للنساء راه غيستافدوا ان شاء الله من ورشات الطبخ، الخياطه والطرز، وغيكون قاعه الاعلاميات، غيكون روض الاطفال، غيكون محو الاميه، وغتكون كذلك دعم ديال الاطفال. وما ضمن ما هذا ما كرهش تكون حتى مصاحبه ديال هاد الصغار ان شاء الله، باش نوجههم للطريق الصحيح، ما يمشوش للانحراف، ما يمشوش للادمان ان شاء الله بحول الله، ونهزوا بهاد الحي ديالنا ان شاء الله. اليوم كنحظوا بشرف ديال تدشين هذا الفضاء ديال المراه والطفل بحي أرغانا من طرف السيد عامل صاحب الجلاله بعمله إنزكان إيتملول في اطار الاحتفال بميلاد ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، هذا المشروع الملكي اللي ساهم بشكل كبير في تطوير المرافق وكذلك في تنويع المرافق العموميه بمختلف الاحياء. ساكنه حي أرغانا كانت في لسنين عده كانت تنتظر مرفق من المرافق التي تلبي حاجيتها، خصوصا الاهتمام بشؤون الطفل وكذلك الاهتمام بالمرأة. فهذا الفضاء يحظى بكامل العناية ديال السيد عامل صاحب الجلالة وكذلك رئيس جماعة إيتملول، باش انه يتفتتح في اقرب الاجال، باش يكون واحد المتنفس للمرأة ويكون متنفس للطفل. هذا الفضاء اللي فيه روض ديال الاطفال، فيه واحد الحضانة، فيه كذلك دروس الدعم المدرسية، فيه كذلك ما يهتم بالمرأة، فيه ديزاتولي ديال الخياطة،
ديال الخياطه ديال الحلاقه وديال الطبخ كذلك. فهذا المتنفس ربما اول متنفس كيكون بحي ارغنا، في انتظار ان شاء الله انه الجماعه تكون شريك في باقي المشاريع وتكون حامله لمشاريع اللي تكون عباره عن مرافق سواء ثقافيه او اجتماعيه او رياضيه. فهذا الشيء اللي احنا محتاجين ليه اليوم في مدينه ايت منون، خصوصا في الاحياء التي تفتقر لمثل هذه المرافق اللي عندها واحد الطابع اجتماعي اللي هو قوي جدا. والحضور اليوم ديال جامعه ايت منون في هذا الفضاء هو حضور قوي جدا كذلك، بجانب المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي كنشكروا بالمناسبه صاحب الجلاله على هذه المبادره، لانه ماشي غير حي ارغنا، ولكن ايت منون كتعتبر من ثاني المدن التي استفادت بشكل كبير على مر التاريخ من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. اليوم ساكنه ايت منون عموما وساكنه حي ارغنا على الخصوص فرحانين بتدشين هذا الفضاء، فضاء المرأة والطفل بحي ارغنا، اللي هذا التدشين اللي كيجي بمناسبه ذكرى انطلاق المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ذكرى 18، وهذا يعني اضافه نوعيه على مستوى المرافق الثقافيه والتربويه والمرافق العموميه خصوصا عموما بجامعه ايت منون. هذا الفضاء اللي غيعطي اضافه نوعيه على مستوى يعني مجموعه من المجالات، على مستوى التربيه الاطفال كذلك، على مستوى المراه بحي ارغنا وجميع تراب جامعه ايت منون، اللي كيوفر واحد الفضاء للاشتغال وفضاء للتكوين، فضاء للتاطير، فضاء للتعلم مجموعه من المهارات، وكذلك فضاء الاحتضان مجموعه من الاطفال على مستوى تراب جامعه ايت منون.